المرضى محدش اتصور. ده الكل المرضى اتصوروا اهو. مريضة ايه وهتقولها وهتقول المرضى ربنا اتصور. اللي انت بتعمله ده غير لائق تماما دكتور. غير لائق. اسمع قناه ايه حضرتك؟ المرضى لو ليهم مشكله المعهد هو اللي بعتنا نصور. تمام. ودكتور باسم هو اللي بعتنا نصور وهو اللي دخل لك حد هنا. تصور مع مدير النهر. انت كذاب. تصور مع مدير النهر. افضل وزاره الصحه دعيانا لان هم النهارده في معهد القومي للكبد هيوزع اول توزيع للصيدليه لعقار السوفندي. فاحنا دخلنا من على الباب في الاول احتجزونا بره على الباب ما كانوش عايزين يدخلونا. بعد كده جات لهم اوامر ان هم يدخلونا فدخلونا. لما دخلنا دخلونا لحد غرفه الصيدليه علشان نصور المرضى وهم بيستلموا العقار وقفلوا الباب. بعد كده بيقولوا لنا لا انتوا مش عايزينكم تصوروا مرضى. طب انتوا منين دخلتونا ومنين بتقول لكم مش عايزين تصوروا؟ منين بتقول لنا مش عايزين تصوروا؟ بداوا يطلعونا بالعافيه وزقوني على الباب الحديد وضربوا زميله صحفيه. رفضوا خروجنا من المستشفى واحتجزونا في المستشفى. كانوا مش عايزين يخرجونا واتعرضوا علينا بالضرب واتعرضوا عليا انا بالضرب وزميل تاني اتعرضوا عليه بالضرب ودكتور باسم نائب المدير ساب الدين لاحد الصحفيين وفي زميله صحفيه زميلتنا اتعدوا عليها. لما كانت عايزه تخرج من الباب ما كانوش عايزين يخرجوها بالعافيه. دخلنا غصب عنهم المعهد مش قالوا اتفضلوا خشوا ولا زقيناهم لا سمح الله وزقينا الباب عليهم ودخلنا. دخلنا بمزاجنا. عملوا معاك ايه؟ عملوا معاك ايه؟ زقوني مش عايزين نطلع بره. لما نعمل محضر ما يعملوا محضر. هو كل ده رد على ان هم المرضى نفسهم مش عايزين. مش حقيقي مش حقيقي. مريضه ما كانتش عايزه تتصور. قلنا لها لو مش عايزه تتصور مش هنصورك. الدكتور قالها في خناقه. مش حقيقي. الناس هي اللي دخلتنا ما زقيناش عليهم الباب ودخلنا غصب.